المدن الأخرى. شكرا جزيلا لك نور. تنضم إلي آيات. تفضلي آيات. يوم السلام العالمي تفضلي هنا. أي شلون تحدثينا عن هذا اليوم وشنو استعداداتكم وتحضيراتكم اليه؟ احنا كل سنه خلال عده سنوات احنا بيوم السلام العالمي نقيم مهرجان شبابي، هذا المهرجان يحاول يعكس الصوره الايجابيه لبغداد، هاي السنه راح يقام يوم 16/9 ان شاء الله على حدائق ابو نؤاس، من خلال هذا المهرجان نحاول نطور قدرات الشباب، كل سنه نجيب وجبه جديده من الشباب، ندربهم، نسوي لهم فعاليات جديده، على مود من خلالها نحاول نبين الوجه الايجابي لبغداد، لانه الكل ماخذ فكره سيئه عن بغداد، احنا نريد نراويهم بانه بغداد بيها ناس يؤمنون بالسلام، ومن خلال إيمان الباقين بالسلام راح نقدر نوصل لهاي المرحلة من السلام. وطبعا المهرجان يحتوي على العديد من الفعاليات، الفعاليات الموسيقية الغنائية الفنية، فن الأوريغامي، الألعاب، حتى خانة خاصة للأطفال مسويها ومسوين ألعابها، كلها على مود الناس تجي وتتونس وتشوف الجانب الحلو لبغداد. شكرا جزيلا لشايات. أعزائي المشاهدين، بغداد هي مدينة الحضارة والجمال وأيضا السلام، إذا يوم السلام العالمي ينطلق بفعاليات كبيرة يقيمها الشباب. أنا أقف من خلفي نهر دجلة، من خلفي الجمال، وأيضا على يساري في الخلف ساعة القشلة، ساعة القشلة التاريخية، إذن هي الحضارة التي ترتفع، التي يبلغ ارتفاعها 23 متر، وتتميز ببنائها المادة التي بنيت منها تحاكي واقع وتأريخ بغداد. شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين، هذه انتقالة لك زميلي علي بالكلمة والصورة. شكرا جزيلا مناف الموسوي. وإكمالا للموضوع، جاءت الكثير من الرسائل وتكملة لمن يتابع البرنامج.